والآن بننتقل معكم مشاهدينا إلى ألمانيا، حيث أصيب 53 ضابطا من ضباط إنفاذ القانون في ألمانيا خلال احتجاج على مؤتمر إقليمي لحزب المعارضة اليمينية البديل في مدينة أوفنبرغ. وبدأ متظاهرون يساريون بالشجار واستخدام القوة الجسدية ضد ضباط إنفاذ القانون خلال الاحتجاجات. قالت أيضا الشرطة في بيان إن 53 ضابطا قد تعرضوا للركل والضرب، وأصيب آخرون بتهيج في الجهاز التنفسي بسبب النيران المشتعلة ورشهم بطفايات الحريق، مشيرة إلى أنه نتيجة لذلك لم يعد بإمكان 17 شرطيا الخدمة. للمزيد طبعا حول هذا الخبر بينضم إلينا من العاصمة الألمانية برلين عربي مرزوق، مراسل القاهرة الإخبارية. يعني أهلا بك عربي في البداية، ولو تطلعنا على تفاصيل هذه الاحتجاجات وما أسفرت عنه. الأمر الحقيقة بدأ في مدينة أوفنبرغ عندما أعلن حزب البديل من أجل ألمانيا إقامة بارتايتاغ. بارتايتاغ هو اليوم السنوي لهذا الحزب، والمدينة بالقرب من مدينة شتوتغارت في أقصى جنوب غرب ألمانيا، تقريبا بنتكلم على الحدود الفرنسية تماما. الحقيقة الحزب الأف دي، حزب البديل من أجل ألمانيا، مرفوض في هذه المنطقة تحديدا، حتى أن عمدة هذه المدينة تكلم عن هذا الامر، وان المواطنين في هذه المدينه رافضين ان يقوم حزب البديل من اجل المانيا، وهو الحزب المعروف انه حزب يمين متطرف هنا في المانيا، وكانت له صلات بما يعرف بمجموعه الرايخ التي كانت تخطط لانقلاب هنا في المانيا، لذلك هو مرفوض من هؤلاء من المواطنين في هذه المدينه وفي غرب المانيا بشكل كامل. الحقيقه هذه التظاهره المضاده لليوم السنوي لحزب البديل من اجل المانيا بدات ب 500 رافض لهذا المؤتمر، ثم امتدت لاكثر من 1400 و1500 مشارك في هذه التظاهره ضد اقامه هذا الحزب لليوم السنوي الخاص به في هذه المدينه، واندلعت بالطبع احتجاجات بين الشرطه التي حاولت التفريق بين المواطنين الرافضين والمواطنين اعضاء هذا الحزب في هذه المدينه، وتم الاعتداء على الشرطه بطفايات الحريق ومواد حريقه وما الى ذلك، لدرجه ان كما اشرت في 53 ضابط بالطبع مصابين، ولكن هناك 17 ضابطا حالتهم حرجه بشكل كبير ولا يمكنهم العوده الى الخدمه في هذه الاثناء. وحسب المتحدثين باسمه بالطبع حزب البديل من اجل المانيا في هذه المدينه، اشاروا ان اعضاء الحزب لم يقوموا باي شيء، الاعتداءات جاءت من بالطبع، يعني هذا الامر كان متوقع حسب الشرطه الالمانيه ان يكون المتحدث باسم الحزب هذا الامر، وان المواطنين الرافضين لاقامه هذا المؤتمر هم الذين اعتدوا على الشرطه وما الى ذلك، وكان من باب اولى حسب المواطنين والتصريحات التي خرجت هنا من بعض مواطنين المدينه، عندما يرفض مواطني هذه المدينه اقامه مؤتمر الحزب كان المفترض ان يقوم الحزب بالغاء هذا المؤتمر، ولكن الحزب اصر على اقامه اليوم السنوي له، وتمت الاحتجاجات بين الشرطه والمواطنين في هذا المكان تحديدا، لان حزب البديل من اجل المانيا كان قد حصل بالفعل على تصريح من الشرطه باقامه هذا المؤتمر واليوم السنوي في احدى الشوارع هناك، ولكن المواطنين مواطني المدينه رفضوا هذا الامر بشكل كبير جدا لانه حزب يمين متطرف من وجهه نظري. طب يعني على اثر هذه الاصابات، ما هي الاجراءات اللي تم اتخاذها من قبل الشرطه الالمانيه بالتحديد بعد وقوع هذه الاصابات في صفوف الشرطه؟ الحقيقه تم القاء القبض على بعض المتظاهرين خاصه الذين استعملوا العنف ضد افراد الشرطه في هذه المنطقه، لان الشرطه بدات في الاول بتحذيرات وقاموا بالنداء على المواطنين في الميكروفونات بعدم التعرض بالطبع وعدم الاحتكاك بالمواطنين المؤيدين بين المؤيدين والمعارضين لهذا الحزب في هذه المنطقه، ولكن الحقيقه مواطني هذه المدينه رفضوا بشكل كامل اقامه هذا المؤتمر، واقامت قوات الشرطه بالقاء القبض بالطبع على بعض المواطنين الذين استخدموا العنف في هذا المكان تحديدا، ولكن هي الازمه في المصابين حتى بين افراد الشرطه وبين مواطني هذه المدينه، هناك اصابات حرجه بشكل كبير جدا خاصه في الجهاز التنفسي نتيجه الاعتداء بطفايات الحريق مع بعض الالعاب الناريه التي تستخدم في اعياد الميلاد، ودخان طفايات الحريق مع دخان الالعاب الناريه اختلط واثر على الجهاز التنفسي لضباط الشرطه وبعض مواطني هذه المدينه، لذلك يعني الاجراء التالي المفروض فتح تحقيق حول كل هذه الامور، وحتى فتح تحقيق من قبل البرلمان الالماني للبوندستاج وما خلال الايام المقبله، وسؤال اعضاء هذا الحزب عما تم خلال هذا اليوم. الحقيقه يعني المفروض في تحقيقات كبيره هتتم في هذا الامر للوقوف على اسباب هذه الازمه، عندما يرفض مواطني مدينه بشكل كامل اقامه يوم لاحد الاحزاب يجب على هذا الحزب في الاساس الغاء هذا اليوم لعدم الاحتكاك بين المواطنين. يعني في اللحظات اللي بتحدثنا فيها عربي، هل نقدر نقول هدأت الاجواء لديك الان ام ما زال هناك يعني غضب في هذه الاحتجاجات مستمره حتى هذه اللحظات؟
الحقيقة حسب الأخبار التي تأتي من الشرطة الألمانية، إلى حد ما هدأت الأجواء في هذه اللحظة عندما جاءت أفراد زيادة من أفراد الشرطة، لأن الأمر كان غير متوقع. الأمر تم بشكل سريع جدا. كانت هناك عدد معين من أفراد الشرطة العادي الذي يقوم بتأمين مثل هذه الفعاليات المؤتمرات الألمانية، ولكن عندما اندلع الصراع من أكثر من 1500 مواطن، كان أفراد الشرطة عدد أفراد الشرطة قليل إلى حد ما. لذلك من المفروض أن تجري عملية تأمين كاملة في هذه المدينة الآن، خوفا من هجوم بعض مواطنين هذه المدينة على مقر حزب البديل من أجل ألمانيا، وهو مقر صغير نسبيا في هذه المدينة في غرب ألمانيا، لأن حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني هو أقل نشاطا في غرب ألمانيا تحديدا في هذه المناطق. هذه المناطق يسيطر عليها الحزب المسيحي الديمقراطي، حزب المستشارة السابقة أنجيلا ميركل، ولكن التحقيقات سوف تفتح للوقوف على المعلومات التي أدت إلى كل هذا الوضع. هل متوقع أن تمتد هذه الاحتجاجات على مدار الأيام القادمة؟ ربما، بالطبع ربما ستمتد هذه الاحتجاجات، ربما سيتم هجوم من سكان هذه المدينة على الحزب البديل من أجل ألمانيا. هذا الأمر متوقع بشكل كبير. أفراد الشرطة من المفترض أن تقوم بتأمين المقر وتأمين هذه المدينة على مدار اليوم وربما غدا، خوفا من كل هذه الأمور. ولكن من المفترض، لأن حزب المسيح الديمقراطي منتشر في هذه المدينة، من المفترض أن يقوم عمدة هذه المدينة بتحديات المواطنين خلال الفترة القليلة المقبلة لمنع نشوب هذا الصراع مرة أخرى في هذه المدينة الصغيرة نسبيا. ولكن من المتوقع بالطبع أن يندلع الصراع مرة أخرى إذا استمر حزب البديل من أجل ألمانيا في إصراره على إقامة المؤتمر في هذه المدينة. بالتأكيد سنتابع معك على مدار الأيام القادمة إذا كان هناك مستجدات فيما يتعلق بهذا الشأن. عربي مرزوق مراسل القاهرة الإخبارية كنت معنا من برلين، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل.